بريك. بعد البريك بكفي أنا وياكم مع بقية الضيوف، خليكم معنا. عودي معكم للمتابعة. ضيفي بالستوديو المخرج بلال زبارة. أهلا وسهلا فيك بلال. حبيبي جزاك. في مبادرة بلشت من قبلكم طبعا، قبل حضرتك ومجموعة من حولك، من بعد كارثة 4 آب، وهي بلشتوا ب 8 آب. شو هي هالمبادرة؟ كنا بانفجار 8 آب نحن بلشت المبادرة، بس صار في الانفجار التاريخي اللي صار بلبنان، واضطرينا ننزل على مستشفى اللي موجودة حد الروم لأنه وقع فيها المطبخ، فانطلب مني أعمل، لأنه أنا مخرج بس بعمل أكل بنفس الوقت، يعني عندي حب للأكل وعندي هيك يعني اطلاع جيد جدا عليه. فانزلت وبلشت أعمل أكل أنا ومجموعة من الأشخاص، واتفقنا كجمعية كشفة الجراح وقتها أنه نقوم نكون على الأرض. فبلشنا بقينا شي 3-4 أشهر، بعدين انتقلنا لمركز الجمعية لأنه تزبط المطبخ يلي بقلب المستشفى، ومن وقتها بلشنا نعمل كل يوم لبعد ما صرنا يومين بالأسبوع بس هيدي الوضع كل جمعة واحد. كيف استمريتوا؟ الجهات اللي كانت تمولكم، هل مبادرات شخصية ولا كيف؟ ولا مبادرات شخصية صراحة، هي من أصحاب مثلا خير أو أيدي بيضاء نحن ما بنعرفهم. لأنه ما بناخد إحنا عينات مادية أصلاً. أوكي. فمثلاً بعطيك شغلة صغيرة، إنه صرنا 5 سنين بيجينا كل أسبوع 100 سطل لبن بس ما بنعرف من مين. أيوة. عرفت علي كيف؟ ما بنعرف الشخص، بيجي شوفير بيوصلنا إياهم، ونحن عبر الأشخاص والأصدقاء والأحباب، يوم الشيف ريشار، يوم الفنان علي منيمني، يوم طارق تميم، الدكتور هلأ نادر طاهر عم بيكون معي دايما، عبودي الأصفر، يعني أشخاص بيجوا منجيب شوية رز، منجيب دجاج لحمي، وبنعمل كل أحد جمعة وأحد بنعملها. نعم. طب استمريتوا بهالمبادرة بس لمين يعني من بعد الانفجار؟ من بعد الانفجار نزلنا الكشافة على الأرض يعملوا إحصائيات على ناس بحاجة جدا لأكل. وصلنا كل جمعة وأحد مقيدين أسامي وبنعمل أكل وموزعنا اليوم بالمناطق، بس يجي رمضان نحن كل يوم 30 يوم برمضان بنكون على الأرض، وبس صارت الوضع هلأ اللي صار الناسحين بلشنا من أول نهار، من نهار الثلاثة، لأنه يعني أجوا الناسحين من نهار الأحد وتنين، نحن نهار الثلاثة كنا من قدية من شهر تقريبا؟ من شهر بالضبط ويوم، شهر ويوم. ولوين؟ أي مناطق أخذين على عاتقكم؟ ما في مناطق محددة، لأنه عبر المحافظ تاع بيروت نزلنا صرنا نوزع الميتريسز مع المخدات والحرمات. وبلشنا نعمل نحن الغذاء لهم. كم وجبة أكل يومياً تقدروا تستوعبوا؟ تقريباً بـ 3600 إلى 4000. 4000 وجبة؟ عم ننزل على المدارس اللي ساعة عبد القادر بطريركية هولي دايماً، والحريري الثاني، وفي عنا بعدين بننزل على الطرقات، بنبرم على الطرقات كمان، بنشوف الناس اللي بحاجة، ومنارة هنا، مؤخراً في نادي النجمي فتح أبوابه. فعم ننزل لتحق. يعني قديش صعب لوجستيا الواحد يوزع الاكل ليوصل كمان بطريقه سليمه؟ يعني هذه خطوه كثير. هيدي هي اللي قلت لك انا، لانه معرفتي بالاكل مش من هلا، من 30 سنه يعني، لانه بشتغل وعندي مطاعم. فنحن عم نروح على الهايجين النت مثل ما بيقولوا، يعني عم بيكون التعليب بطريقه صحيه جدا. الاكيب اللي عم يشتغل معنا فول اكويب اكوبتد، يعني بكل شيء بيلبسوا براسه وبايديه كذا، نوعيه الماتيريال اللي عم نحطها مش حيلا كمان، هي اهم شيء، يعني مش اي زيت بنحطه، مش اي رز بنحطه، مش اي دجاج بنجيبه، بنحافظ على السلامات الخاصه للغذاء، وبيتكيسوا كلياتهم، بالاضافه ل بنحط لهم فيها خبز ولبن وفواكه او حلو. هيدي كل وجبه بتجي بالطعم شخصين هي او ثلاثة. طيب شو الخدمات الثانية اللي بتقدموها غير الغذاء؟ مؤخرا بس نزلنا اكتشفنا، وهي من فترة ما قبل النزوح، لأنه كنا عم نروح على بيوت تفوت عليها تلاقي ما في غاز، ما في براد، فصرنا عم نحاول نأمن شغلات منزوعة من الناس ما بدها إياها عبر الأصحاب والأحباب،
ونحن نصلحها لأنه ما قدرتنا نشتري بردات وغسالات قصص منزوعة من البيوت بتوصلوها للناسحين حتى نعم. إذا حدا عنده special cases يعني بده فرشة ماي قراصي صرنا مأمنين عدد منيح تقريبا 15 كرسي متحرك نعم. شكرا لمفوض بيروت لجميع كشافة الجراح لأنه هو بقوته عم نقدر نجيبهم نعم يعني الجانب الترفيهي كان له حصة كمان للأطفال من قبلكم في مسرح جوال كونه نحن كشاف يعني ما بعرف إذا بتشوف بعنت لك شغلات فينا نشوف بعض المشاهد إذا ممكن أحمد بينزلوا بس نخلص عم نجمع هالولاد نعم. نعمل لهم حركة ترفيهية حلوة بيلعبوا من 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 نعمل لهم شوية حركة رياضية كونهم قاعدين بمدارس وكذا نعم. وهلا مؤخرا اتفقنا انه نعمل مسرح متنقل حيقوموا فيه بعض الجوالي نعم نبرم على المدارس مدة المسرحية 25 دقيقة حتكون اوكي وبالنسبة للجانب التعليمي كمان اهتميتوا بال الصبايا عم ينزلوا هلا عم نشوف بكل مكان نحن عم نكون متواجدين فيه الاطفال عم نفرز 3-4 اولاد مع كل معلمي اوكي لانه اعمار المعلمات اللي عم نجيبهم منهم المعلمات هن مرشدات وزهرات وكذا اللي اعمارهم 13-14 سنه يلي اعمارهم هيك عم ياخذوا الاولاد الصغار يلي اعمارهم 6-7 سنين الاي بي سيز والكذا اما اللي اكبر صاروا 16-17 وهن اول سنه جامعه عم يقدروا يفوتوا يساعدوا يلي اعمارهم 12-13-14 سنه برافو يعني هون اخدينا وين بمناطق بيروت على بمناطق بيروت على الحمراء نعم على المناره الرمل البيضاء نعم. نادي النجمه والمدارس اللي سوا شو النواقص بلال اللي عندكم وانتم بحاجه هلا قبل كنا مرتاحين اكثر بس هلا لانه في ضغط والكميه كبرت تعيت الانتاج اللي عم نعمله نعم. اللي نحن عم نحاول يعني انه نقدر نغطي قد ما فينا بس ما بتقدر تروح على مدرسة لنقول أو على مكان فيه بقلبه 1000 شخص وتاخد معك 200 وجبة نعم فهيدي هي الجاب يلي صارت عنا ومثل ما بيقولوا نحن استنزفنا الحلقة الضيقة يلي كانت هي عنا الأصحاب والأصدقاء والفنانين والممثلين والشباب نعم فأمرار بيصير في عنا عجز ببعض المواد اللي عم نستخدمها من رز وزيت هل بحاجة لمتطوعين يساعدوكم أكثر لناس فاتحين الباب دايما نعم. وعم يجي دايما لعنا حتى مؤخرا إجينا ناس من الجنوب من كفر رمان من حروف يعني هولي موجودين ببيروت نعم. وصاروا عم ينزلوا يساعدونا على الأرض طب في امكانيه للاستمرار ولا في خطر على نحن دائما بنقول الحمد لله لانه ما كنا نحن مصدقين انه حنبقى لهلا اصلا صرنا نحن 4-5 سنين بس عم نطلع عم نلاقي ونحن كمبادره فرديه او كمبادره جميع كشفة الجراح نحن ما عم يعني ما عم نحاول ناخذ من حدا مصاري يعني ما يعني هلا في جالي فلبينيه دقولي أكثر من 25 بنت هني بيشتغلوا ببيوت على الرمل البيضاء والمنارة وعرفوا نحن شو بنعمل وكل واحدة شالت من جيبتها مبلغ ودزلوا جابوا غراض وعم يطلبوا أنه ينزلوا معنا على الأرض نهار أحد لأنه هني بياخدوا عطلتهم نهار الأحد يعني هيدي شغلة كتير حلوة لما تلاقي الجاليات التانية عم يشتغلوا معك فيها وخاصة الفلبينية بوجهلهم تحية لأنه مصرين نهار الأحد يكونوا معي هذا الأحد طب ما جربتوا تتواصلوا مع منظمة دولية للإغاثة مع محلية يعني لا صراحة لأقول لك ليه لأنه بتنزل بتسمع وعود نعم. حولنا قبل بناخد وعود كثيرة ومثل ما هلأ الكل بيجي بيسألنا يا أخي في عم يجي من برا معونات ما عم حدا عم بيبعت لنا عم نقول لهم نحن بعد ما شفنا شيء اصلا يعني صراحه عم بقول لك اياها بعد ما شفت ولا كرتوني مؤيد عليها تقدمت كذا كذا ولا وحده نعم طب بلال بس تنزل على الارض وتشوف المشهد من جوا يعني شو بتوصف كيف توصف مشهد النازحين بقلب مراكز الايواء القصص المخبايه وراء الحيطان عم اقول لك ديزاستر بكل معنى الكلمه لانه جوزيف ليك في شغله لما يكون واحد عنده من نفسه نعم وهيدا اضطر يطلع بسنيته لما بتيجي بتقول له انا عم فيسين سمثينج كثير حلو انه بتيجي عند حدا عم تعطيه وجه بيقول لك الحمد لله نعم. انه في حدا يمكن تاني انا اكلت او انا بس بحاجة لهيك بحاجة مثلا
شلتر لأنه هلا عم تشتت الدنيا وهني حاطين حرام أو شيء وعم يناموا على الطريق فما عندهم هيدا شلتر اللي يحميهم من المي فبيقول لي ما بدي أو جيب لي حليب نمبر 1 أو 2 أو 3 لأولادي أنا بقدر ضايم بس أولادي لا وعندنا نقص كتير 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 هاي عبرك أنا يا ريت بقدر أقولها عندنا نقص بالحفاظات لكبار السن نعم يعني عم نلاقي انه عم نقدر نأمن للصغار بس عندنا مشكله بكبار السن وخاصه يلي قاعدين على الطرقات الخارجيه مش بقلب مدارس في بعد كبار السن قاعدين خارج كثير وبدهم حفاظات لارج اكس لارج وميديوم هي عبرك بدي اقولها سوري طيب وين اي مناطق بعد متواجدين على الطرقات في اذا بتنزل على مناطق هلا اذا بتاخذ الخط البحري متلان 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 وخاصه المفرق الفوقاني اللي فوق الرمل البيضاء نعم على مد الطريق كلياته متلان على ايدك الشمال يعني بتلاقي بس خيام محطوطه هلا صاري بيشاركوكم النسحين همومهم قصصهم اكيد انا مؤخرا نزلت مع الدكتور بوجه له تحيه عبرك دكتور نادر طاهر يلي هو وعائلته عم ينزلوا معي على الارض امبارح عاملين تقريبا فوق ال 400 فحص طبي للاطفال بنادي النجمي نحن وياه ومنزلين معنا ادويه ومنزلين معنا ديترجنز وعم ننزل كمامات عم نرجع لقصه الكمامات ويا ريت الخل بيوزع لهم كمامات يلي قاعدين بمراكز الايواء ليه لانه في هلا نحن بمرحله انتقال فصل فكثير في عم تلاقي التهابات وغريب شو اكثر الامراض اللي اكتشفتوها من الفحوصات اكتشفناها انه معظمهم عندهم التهاب صدر او جيوب انفيه نعم والمعظم الناس عندها حساسية من يمكن لأنه وجودهم قريب من المناطق الحامية كان فيه عم بيشموا عينتوا الأطفال والكبار كليتها أطفال صغار ختيرة كل شيء وأخذنا يلي ما معنا كان دواء تاعو أيدناهم سجلناهم وإن شاء الله من هلأ لنهار التنين ثلاثة من أمن لنيهم إن شاء الله يا رب. طيب شو رسالتك لمين بتوجه رسالتك كان للمجتمع المحلي المجتمع الدولي الصرخة لأنه عم تساعدوا ولا تقدروا تستمروا لأنه القصة منا قليلة حتى لو خلصت الحرب اليوم العالم مش قادر ترجع على بيوتها في منها حتى بيوتها أكيد اللي راحت بيوته ما حيلاقي مكان فمنتمنى من الدولة تعمل من هلأ خطة نعم. لبعد 3 أو 4 أشهر أو شهر أو جمعة إذا صار في وقف إطلاق نار هول الجماعة شو حيصير فيهم بيوتهم تهدمت نعم يعني أنا مبارح سوري بس قبل ما لكم مبارح أنا في زغلول اللي بيمثل مع أبو سليم تعرض بيته للقصف بحد الحريري الثاني هو قاعد ثالث طابق تحت الأرض بقلب باركينج مبارح رحت أنا والزميلة برنادات حدايب لعنده أمنا له أكل وهلا عم أمن له شلتر يقدر يقعد فيه أيوة. وهيدا زغلول ممثل معروف يعني بكرة بيته هيدا كمان ما حيقدر يرجع له وما بدنا ناخده نعم. يعني لازم يكون في خطة طوارئ اللي كان لازم تنعمل ما قبل النزوح هلا عم نقول لهم بليز عنكم وقت عملوها لنقدر نطلع بنتيجة ونحن بنساعدكم ما عندنا مشكلة نعم. يعني إذا بدكم تدوروا على الكوادر موجود قد ما بدك كوادر حاليا جهودكم عم تكون يومية عم تتوجهوا مع 3500 وجبة تقريبا مع المساعدات الأخرى اللي بتقدروا تقدموها إن كان طبية أو كان ترفيهية وطبية وتعليمية هلا صايرة وإذا بنقدر يعني في حدا مثلا كان بده عمليه يعني بتشكر كمان دكتور سامر سبيتي اللي عنده مستشفى بشمون التخصصي لانه ما عم بيأثر اي شيء نعم بيقدر يقدمه عم بيساعد نعم انا بدي اتشكرك استاذ بلال زباره حبيبي والله يكون بيقول ياخذ بايدك حبيبي واكيد فريق العمل تحيه له طبعا اللي عم يساعدك ونتمنى انه اذا بحب كم حدا يساعد بيتواصلوا معك بيتواصل عبر الانستغرام نعم. موجود مثل ما عم يدقوا لنا العالم اللي بيحبوا يتطوعوا معنا اهلا وسهلا او اي مساعدات تحبوا تقدموها شكرا لك ميرسي جزيلا